مسترال حصلنا عليها، حصلنا على 2 مسترال بالظبط كده. بقالنا كام سنة؟ بقالنا 4 سنوات ونص. 4 سنوات. وأنا النهاردة فهمت ليه هي فخر للبحرية المصرية، يعني دي حاملة الطائرات. بالظبط. اشرح لنا يا فندم ايه بقى المسترال وفيها ايه واهميتها ايه؟ طبعا المسترال طبعا هي سفينة تعتبر متعددة المهام والأغراض. وليه متعددة؟ لأنها تستطيع أن تقوم بالعدد من المهام في توقيت واحد أو توقيت تتابعي، يعني هي بتقدر تشيل عدد من الطائرات الهليكوبتر الهجومية أو طائرات الهليكوبتر المضادة للغواصات، أو تقدر تشيل طائرات هليكوبتر تقوم بمساندة أعمال الإبرار، أو تشيل طائرات هليكوبتر أيضا تقوم بأعمال البحث والإنقاذ. إذن هي سطح طيران يستطيع أن هو يتعامل مع كل أنواع الطائرات الهليكوبتر أو حتى الطيران الثقيل زي الشينوك اللي بيصل حمولتها الى 30 طن. وبتشيل مدرعات، بتشيل طبعا هي ليها امكانيه حمل عديد من المدرعات ومستويات من الذخائر، مش بس المدرعات فقط، لا ومستويات الذخائر المصاحبه لقوات الابرار اللي هي المحموله على المسترال.